آسفة تأخرت وايد على البيت. زيني حضرة المديرة، ممكن أسأل أنا؟ أعتقد أني أنا سويت اللي تبيه وحققت لك رغبتك. صراحة أنت ما قصرتي، عمري ما راح أنسى هذا الفضل، بس حبيت أو بغيت أسألك عن ال... عن إذنك أنا ماشية. ممكن أعرف إيش فيها؟ إيش تبيني أقول لك؟ تبيني أقول لك البنت اللي تسأل عنها من أصعب الحالات اللي عندي؟ من أصعب الحالات اللي عندك؟ عيل أنا متمسك فيها أكثر من أي وقت ثاني. نعم؟ يعني شنو متمسك فيها أكثر من أي وقت ثاني؟ أنت إنسان حالم، مدري نايم، وبتحيرني معاك. شلون يعني؟ ممكن تفهمني أنت إيش تبي بالضبط؟ أنا آسفة، تأخرت وايد على البيت مثل ما قلت لك. أنا اللي أعرفه إنك تراعين مصلحة الأطفال الموجودين عندك هني، من مصلحة البنت إنها تعيش معانا، ما أسرتي. والله اللي علي إني أعرض الموضوع، موضوعك هذا، على مجلس الإدارة، وإن شاء الله يصير خير.